مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الظهر للأخبار ونستهلها بالعناوين. 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا، واللجنة العلمية لمجابهة انتشار الفيروس تعقد اجتماعا غدا للنظر في جملة الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من ارتفاع عدد الإصابات. حملة تضامنية لدعم الموارد المالية لقرية أطفال ياسواس المحرس لاستقطاب 300 طفل إضافي من فاقدي السند خلال السنة الجديدة. استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعد فشله في تشكيل حكومة، وواشنطن تدعو إلى ضمان استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد المحتجين. أهلا بكم. في آخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس، تتجه اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا خلال اجتماع مقرر غدا إلى طرح إجراءات جديدة في ظل الأرقام المسجلة وبوادر موجة جديدة باتت مؤكدة. من جهتها أكدت المختصة في علم المناعة بمعهد باستور تونس سمر صمود أن الاكتفاء بتلقيح الجرعة الثانية ضد كورونا يحمي فقط بنسبة 20% من العدوى بمتحور أوميكرون، طبقا لما بينته نتائج البحوث العلمية التي أكدت ضرورة تلقي الجرعة الثالثة. من المنتظر أن تعقد اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا غدا اجتماعا سيتناول العديد من النقاط، من أهمها الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من ارتفاع عدد الإصابات إلى جانب العودة المدرسية والجامعية، وفق تصريح إعلامي للناطقة الرسمية للجنة جليلة بن خليل. وأفادت بن خليل أنه لا وجود لأي توصيات سواء لإيقاف الدروس في المؤسسات التربوية أو العودة إلى نظام الأفواج، وكشفت الناطقة الرسمية للجنة عن وجود بوادر تبين أننا في بداية موجة جديدة بالنظر لارتفاع عدد الوفيات والإصابات. فقد أعلنت وزارة الصحة في بلاغ عن تسجيل 6 وفيات جراء فيروس كورونا تم التصريح بها أوليا أول أمس، و417 تحليلا إيجابيا من مجموع 5338 تحليلا إيجابيا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 7.81%. كما أشارت الوزارة في إطار متابعتها للوضع الصحي بالبلاد إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 307 مصابين، بينهم 12 حالة جديدة سجلت أول أمس، وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 79، في حين يخضع 13 شخصا للتنفس الاصطناعي. وفيما يتعلق بحملة التلقيح، ذكرت وزارة الصحة أنه تم أمس تطعيم 17,336 شخصا باللقاح المضاد لكورونا، ليقارب بذلك عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح 6 ملايين شخص. وفي جابس سجلت عدة مناطق من الولاية ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك نسبة الاختطار الجهوي. في الأثناء ومع تسجيل الإصابات تتواصل عمليات التلقيح بالجهة. عاد عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى الارتفاع من جديد بجهة جابس. المؤشرات تشير إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ولاية جابس يشهد تدهورا ملحوظا، ومن هذه المؤشرات ارتفاع عدد الحالات النشطة ونسبة الاختطار الجهوي. توا عندنا توا حكاية 10 أيام وكاك الأرقام طلعت شوية، كما تعرف توا ثم الفاريون الجديدة هذه الأوميكرون، هذه جاية في مستوى عالمي موجودة في كافة الدول. تونس ماهيش إيبارني، تونس إلى حد الآن مع الرسميين عندنا 10 حالات إلى حد الآن. شوفوا احنا نسبة معناها البوزيتيفيتي اللي عندنا في جاب كل الأرقام كلها طلعت، والإنسيدونس معناها الشيل معناها ريجيونال بالنسبة احنا المعدل العام وصلنا في حدود 70-80%. الرقم مش مفزع برشا صحيح، أما راهو الرقم قاعد يتطور من نهار بعد نهار. التلقيح ضد فيروس كورونا يبقى الوسيلة اللازمة لمواجهة الموجة الجديدة لهذا الوباء التي تتميز بسرعة الانتشار. الوضع الحالي يستوجب علينا الناس الكل باش نواصلوا العمل اللي نقوموا به في مواصلة التلقيح، والتلقيح بالنسبة للناس اللي ما لقحتش، وقيام بالجرعة الثانية والجرعة الثالثة. مثلا احنا بالنسبة لنا في جابت نعتبروا النتائج طيبة لحد الآن،
عندنا ما يقارب 210 ألف مواطن أتموا التلقيح نتاعهم، يقارب معنا نسبة مئوية 70% من نسبة الأشخاص المعنيين بالتلقيح، وقريبا 53% من مجموع سكان ولاية قابس. هذا يزيدنا إصرار وعزيمة باش نواصلوا نخدموا على نفس النسق، ومع وجود الطفرة الجديدة من الميكرون اللي هي سريعة العدوى، ندعو كافة المواطنين اللي ما لقحوش باش يتفضلوا عندنا ويقوموا بالتلقيح نتاعهم الأول، واللي قاموا بالتلقيح الثاني راهو إجباريين يزبوا يعملوا التلقيح الثاني نتاعو باش يكون المناعة الشخصية والجماعية تكون بالنسبة لنا احنا في أحسن الظروف، واللي قام بإتمام التلقيح كي ندعيوه لتعزيز المناعة، هذاك تعزيز المناعة ليه هو حماية شخصية وحماية للمجتمع. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بجهة قابس كانت من تداعياته ارتفاع عدد المرضى الذين يقيمون بأقسام كوفيد 19. وعلى المستوى العالمي ما تزال مؤشرات كورونا تشهد ارتفاعا بعد تسجيل عدد إصابات غير مسبوق في الولايات المتحدة، فيما تتزايد أعداد الوفيات في مناطق أخرى. في تسارع للعدوى حول العالم، تجاوزت إصابات كورونا اليوم عتبة 290 مليون إصابة مؤكدة، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى نحو 5.5 مليون وفاة. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من هذا الفيروس، كما تعرف موجة حادة من انتشار المتحول أوميكرون، حيث استعانت السلطات بالحرس الوطني لدعم المستشفيات بعد تسجيل نحو 500,000 حالة جديدة يوميا. وفي القارة العجوز قفز عدد الإصابات في ألمانيا إلى أكثر من 18,000 إصابة وسط تسجيل وفاة 68 شخصا. وفي آسيا ما تزال الصين تحاول محاصرة بؤرة جديدة للعدوى المحلية في إقليم سانشي شمال غربي البلاد، حيث تعيش عاصمته تشان إغلاقا تاما منذ أكثر من أسبوع، فيما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل أول حالتي وفاة بعد الإصابة بالسلالة الجديدة أوميكرون. ووسط تسارع المؤشرات ما تزال جائحة كورونا تلقي بظلالها على مجال النقل الجوي بسبب تفشي المتحور أوميكرون، حيث ألغيت 4,000 رحلة حول العالم أمس، فيما سجل تأخر 7,700 رحلة عن مواعيدها، سجل ثلثها في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الشأن الصحي، دائما تنطلق اليوم الحملة الوطنية ضد الحصبة لفائدة الأشخاص من 26 إلى 38 سنة، لتتواصل إلى غاية 15 من الشهر الجاري، وذلك بكل مراكز الصحة الأساسية ونقاط التلقيح المهيئة للغرض. وتدعو وزارة الصحة الفئات العمرية المستهدفة إلى الاستفادة من هذه الحملة وتلقي التلقيح ضد مرض الحصبة الذي كان سببا في وفاة 39 شخصا في سنة 19 و2000. تسبب مرض الحصبة في وفاة 39 شخصا سنة 19 و2000 وفق إدارة الرعاية الصحية الأساسية. وأفادت مديرة الرعاية الصحية الأساسية أحلام جزارة أن تونس عرفت خلال 19 و2000 تفشيا لهذا المرض وارتفعت مؤشرات الإصابة به. تونس عاشت في 2019 انتشار نتاع حالة الحصبة وصلت لقرابة 4,600 حالة، 35% منهم عمرهم 20 سنة فما فوق. تعمل بحث مصلي ورى اللي فما شريحة عمرية ماهيش محسنة بالقداء ضد المرض نتاع الحصبة هذي. هذيك علاش اللجنة الوطنية للتلقيح خرجت توصيات باش نلقحوا الأشخاص اللي مولودين ما بين عام 1983 والأشخاص المولودين بين 83 و95، يعني اللي أعمارهم ما بين 26 و38 سنة. وتنطلق اليوم وإلى غاية 15 من شهر جانفي الجاري الحملة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة للفئة العمرية من 26 إلى 38 سنة، وتدعو وزارة الصحة هذه الفئة إلى الاستفادة من الحملة وتلقي اللقاح الذي أكدت جزارة أنه لا يتعارض مع لقاح كوفيد 19. التلقيح هذا يتماشى مع تلقيح الكوفيد، ينجم الشخص إذا كان هو مازال ما لقحش يتلقى حتى في نفس اليوم جرعة التلقيح ضد الكوفيد وجرعة تلقيح الحصبة، كل واحد منهم في ذراع، ماهوش حاجة اللي هي ما تتمشاش. استمرارية الخدمات الأساسية، ما ثماش كان الكوفيد اللي معناها اللقح وضده، يلزم نذكروا الحاجات الأخرين. ويستثنى من هذه الحملة الأشخاص الذين أصيبوا بالحصبة أو تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لها. متأكدين اللي مرضوا بالحصبة في الصغرى متاعهم ولا معناها عملوا لغوجول مالادي، وإلا عندهم
توثيق كتابي اللي هما تلقاو جرعتين في الطفوله نتاعهم اللي هما على قليله زرق ومرتين. اذا كان ما عند ولا مراه حبله توا ولا تنوي الحمل في الشهر المقبل، هذوكم برك مستثنين عن التلقيح. وتهدف وزارة الصحة من خلال هذه الحملة إلى تعزيز الحصانة ضد الحصبة والوقاية من ظهور وباء، خاصة وأن هذا المرض وفق المختصين يتسبب في التهاب عصبي أو رئوي لمن تجاوز 20 سنة. ضباب محلي كثيف ميز الساعات الأولى من صباح اليوم بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات وقرب السواحل، ما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، الذي شدد على ضرورة الالتزام بالحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة. وفي هذا السياق دعت إدارة الحرس الوطني صباح اليوم مستعملي الطريق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة بسبب وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بهذه الطرقات، وهي الطرق السيارة 1001 تونس جابس و 1003 تونس بوسالم و 1004 تونس بنزرت، وفق ما جاء في صفحة وزارة الداخلية على موقع فيسبوك. ودعت إدارة الحرس مستعملي الطريق إلى ترك مسافة الأمان والتعديل من السرعة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيد بقواعد السير وال جولانا. وأفادت بأنه يمكن الاتصال بمكتب الإرشاد المروري للإدارة العامة للحرس الوطني على الأرقام التالية 71-960-448 71-963-512، كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني 193. قلبك هو أكبر قلب، حملة تضامنية لدعم الموارد المالية لقرية أطفال أسواس المحرس. القرية تسعى لاستقطاب 300 طفل في سنة 22 و2000 ما يحتاج موارد مالية إضافية. قلبك هو أكبر قلب، حملة تضامنية نظمتها قرية أطفال أسواس المحرس لدعم مواردها المالية، والهدف بذلك استقبال أكثر من 300 طفل إضافي في القرية. في 2020 وصلنا ل 440 طفل داخل برامجنا، 2021 وصلنا ل 630 طفل، الهدف في 2022 هو 900 طفل. عديد الاطفال المستحقين يكونوا في برامج قرى اطفال السواس، لكن الاشكال هو اشكال مادي بطبيعه الحال، لذلك نفتح الابواب مع الاعلاميين، مع المستمعين، مع المتابعين، مع شركاء السواس واللي عندهم ثقه باش يكونوا موجودين ويكونوا شركاء معنا. ثم عديد الاليات اللي تساعدهم وتسهل عمليه الدعم. في سنة 2022 عندنا طموحات كبيرة برشا، نحب نكونوا موجودين داخل تراب الجمهورية في الولايات الكل في على مستوى برنامج دعم العائلة والأسرة اللي عطاه نتائج طيبة وعاون برشا عائلات وبرشا صغيرات. الموارد بطبيعة الحال ديما ضرورية باش نحسنوا طاقة الاستيعاب داخل القرى متاعنا، باش نحسنوا ظروف العيش الكريم داخل المؤسسات متاعنا، ونمسوا أكثر ما يمكن من الصغيرات اللي هما في تزايد مضطرد. كي نشوفوا التقارير متاع السلطة الجهوية الكل نلاحظوا اللي ثم طلبات موجودة. قرية أسواس المحرس تطمح إلى توفير الإمكانات المادية لإزداء خدمة الإقامة والإعاشة والرعاية الصحية بشكل مثالي لأطفالها. مشكورة جدا السيدة رئيس الحكومة، استقبلتنا السبت الفارط في مقر الوزارة الأولى، استمعت المطالب متاعنا ووعدتنا باش تساهم، لأنه بطبيعة الحال معناها احنا قاعدين نساندوا في عمل الدولة. الدولة توجهات متاعها الحكومة هذه توجهات اجتماعية بالأساس. سمعتنا، خذت المطالب متاعنا الكل، أهم المطالب هي أن نحبوا نطوروا طاقة الاستيعاب متاعنا، نحبوا نوصلوا 4000 مستفيد في سنة 2022. كيف كيف نحبوا على غرار الجمعيات اللي تمتعت معناها بخلاص الأجور متاعها على طريق الاتحاد التضامن التونسي الاجتماعي التونسي. مع عديد الآليات اللي تساعدهم وتسهل عملية الدعم من خلال الترخيص اللي أسنده البنك المركزي التونسي للجمعية التونسية لقراءة أطفال السواس، اللي يتمثل في السحب الآلي الأوتوماتيكي من الحسابات الجارية. كل إنسان ينجم يتبرع ب 10000 50 كل قدير وقدره، يكفي أنه يعمر الفورميلير وأسواس تقوم بقية الإجراءات. دونك آلية سهلة برشا، البلاتفورم تاع الشقاقة موجودة على صفحة الفيسبوك فيلاج دونفون أسواس محرس، أرقام التليفون ينجموا يتصلوا بينا، نجموا نتواصلوا معاهم كما نجموا يجوا للمقر الجمعية.
توفر قرية أسواس المحرس الإحاطة الصحية والرعاية النفسية والاجتماعية لأطفالها، إضافة إلى نشاطات أخرى تعنى بالموسيقى والفنون بمختلف ألوانها رغم ضعف مواردها المالية. دوليا، وبعد أقل من شهرين من تولي منصبه، أعلن أمس رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقالته في اتفاق مثير للجدل مع قادة الجيش. وبموجب الاتفاق كان من المفترض أن يقود حمدوك حكومة من التكنوقراط حتى إجراء الانتخابات، ولكن ومع استمرار موجة الاحتجاجات أعلن استقالته من منصبه. أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقالته من منصبه في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مساء أمس، بعد أن عجز عن التوصل إلى توافق لدفع المرحلة الانتقالية إلى الأمام على امتداد 6 أسابيع من إعادته إلى منصبه ضمن اتفاق سياسي. فإنني قد قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء لاستكمال قيادة وطن العزيز. الأزمة الكبرى اليوم في الوطن هي أزمة سياسية في المقام الأول، ولكنها تتمحور وتتحور تدريجيا لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي طريقها لتصبح أزمة شاملة. وجاءت استقالة حمدوك بعد ساعات من انتهاء أحداث جولة من الاحتجاجات الحاشدة ضد الجيش. وقالت لجنة أطباء متحالفة مع حركة الاحتجاج إنما لا يقل عن 57 مدنيا قتلوا بسبب تدخل قوات الأمن للتصدي للمتظاهرين أو تفريقهم منذ انقلاب 25 من أكتوبر الفارط، ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى غدا الثلاثاء. وشهدت البلاد أمس خروج ألاف السودانيين في مظاهرات أطلق عليها مليون مليونية الشهداء مناهضة للحكم العسكري في البلاد في العاصمة الخرطوم، احتجاجا على قمع مظاهرات الخميس الفارط. والحل لهذه المعضلة المستمرة منذ أكثر من 6 عقود من تاريخ الوطن هي الركون إلى الحوار في مائدة مستديرة تمثل فيها كل فعاليات المجتمع السوداني والدولة للتوافق على ميثاق وطني ولرسم خارطة الطريق. ومع تزايد التوتر بين الجيش والمدنيين في الإدارة المشتركة منذ سبتمبر الفارط، قدم حمدوك خارطة طريق للخروج من الأزمة، وقال إنه ليس محايدا أو وسيطا في النزاع، بل أن موقفه الواضح والثابت هو الانحياز الكامل للانتقال الديمقراطي المدني. وضع سياسي متأزم حثت على إثره الولايات المتحدة زعماء السودان على ضمان استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد المحتجين بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ما أدى إلى تفاقم الغموض الذي يكتنف العملية الانتقالية صوب الانتخابات. ذكرت مصادر إعلامية سورية أن 5 جنود لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في هجوم صاروخي شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي على حافلة عسكرية في منطقة البادية السورية شرق البلاد، وتلا الهجوم طلقات من المدفع، وتتعرض حافلة النقل العسكرية لهجمات متكررة. على صعيد آخر التطورات في اليمن، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن احتجاز سفينة شحن تحمل معدات عسكرية في المياه اليمنية بالبحر الأحمر قبالة محافظة الحديدة غربي اليمن. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت متأخر أمس الأحد أنها تلقت أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمنية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت متأخر أمس الأحد إنها تلقت أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني، وإن التحرية جارية. تأتي هذه التطورات بعد اتهام التحالف الذي تقوده السعودية الحوثيين باختطاف سفينة شحن أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة. وأوضح التحالف العربي أن سفينة الشحن كانت تحمل معدات خاصة بتشغيل مستشفى سعودي ميداني. في المقابل قال المتحدث باسم جماعة الحوثي إن سفينة الشحن كانت تحمل معدات عسكرية ودخلت المياه اليمنية دون ترخيص، وأن هذه السفينة كانت تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني.
وبعيدا عن التطورات على البحر، تفيد آخر المستجدات الميدانية اليمنية بأن التحالف شن فجر اليوم 5 غارات على معسكر في محافظة البيضاء حسب وسائل أعلام سعودية. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون إثر قصف صاروخي للحوثيين على سوق شعبي في محافظة شبوة شرقي اليمن. في الأثناء، دعا محافظ شبوة المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإيقاف تمادي جماعة الحوثي وارتكابها للمزيد من الجرائم بحق المدنيين. هذا وتشهد مناطق عدة في عسيلان النفطية غرب شبوة معارك عنيفة منذ السبت إثر هجوم من القوات الحكومية لاستعادة أجزاء من المنطقة من قبضة الحوثيين. أعلنت فرق الإطفاء صباح اليوم أنها سيطرت على الحريق المدمر الذي اندلع صباح أمس في البرلمان في مدينة كايب تاون بجنوب أفريقيا، حيث أتى على جزء من الجمعية الوطنية. وأوضح الناطق باسم فرق الإطفاء أنه تمت السيطرة خلال الليل على الحريق الذي تسبب في تدمير كامل لمنشآت البرلمان وألحق به أضرارا جسيمة تقدر خسائرها بمئات الملايين من الدولارات وفق التقديرات الأولية. هذا ولم ترد أي تقارير عن إصابات بشرية، ولم يتضح السبب الذي أدى لاندلاع الحريق. في الرياضة، لم يتمكن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم من متابعة حصته التدريبية المسائية أمس بعد انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب التمارين بأولمبي رادس بعد وقت قصير من بدايتها، حيث يتابع المنتخب التونسي تحضيراته لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق قريبا بالكاميرون. وانتظرت العناصر الوطنية التونسية طويلا على أمل عودة الإنارة لاستئناف الحصة التدريبية، لكن دون جدول يقرر الإطار الفني إلغاء الحصة التدريبية والعودة إلى مقر الإقامة. بهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بعناوينها: 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا، واللجنة العلمية لمجابهة انتشار الفيروس تعقد اجتماعا غدا للنظر في جملة الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من ارتفاع عدد الإصابات. حملة تضامنية لدعم الموارد المالية لقرية أطفال أسواس المحرس لاستقطاب 300 طفل إضافي من فاقدي السند خلال السنة الجديدة. استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعد فشله في تشكيل حكومة، وواشنطن تدعو إلى ضمان استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد المحتجين. ونشير في الختام لأنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.